كوك ستوديو مقدم لكم من طرف كوكاكولا. كوك ستوديو بروح مغربية. الحق اليوم جميل جدا لأن التقيت مع واحد فنان كبير. هو في الحقيقة العلاقة ديالي بسعد الرحمن السوري هي قديمة بزاف، ودائما كنا كنفكروا أن كيفاش نقدروا نعملوا شي حاجة سبيسيال هيدا بيننا، وأنا فرحان باش ندير هذا الديو معاه. فنان مشهور تبارك الله عليه دابا، وبالفضل تشهروا حتى حنا ما تعرف، واخا عندنا شي البركة ديالنا، ولكن إلا بدا الإنسان يطمع في هذا الشباب ويعاونهم أولا ويلصق فيهم ثانيا ويتشهر معاهم. بيكم نهار كبير هذا، ثلاثي خطير هذا، ثلاثي خطير لقاء بدون ميعاد. ميسيو انيستا وتشافي، انت ريال انت واقيلا دابا جينا. لا صراحه والله كنت برساوي ودابا بقيت هايدا تالف وصافي، اللي كيعجبني اللي كيلعب مزيان. شوف النادي المكناسي، برافو ليك. صافي نبقى نرجع معك تكنيسي، غنرجع معك، ارجع فابور ليك باش عملنا شي مرحبا بك. محمد علي واحد الانسان سبيسيال بالنسبه لي، صديق ديالي بشحال هادي. دابا تحت الفرصه اننا نشتغلوا مع بعضنا ان شاء الله، ابتداء هذا لا شونس اللي غنعملوها انا وسي عبد الرحمن السوري اللي هي تورات. سيدي نهار كبير هذا اللي شفتو عندنا، ان شاء الله نديروا شي عمل يكون ممتاز ان شاء الله. ان شاء الله بالحضور ديالكم موفق الاصوات، وان شاء الله غتشوفوا المفاجاه اللي كاينه. موفق ان شاء الله، تعجبكم ان شاء الله يا ربي. هذا عمل جبار وعمل اللي غادي يبقى تاريخي لينا حنا ولهذه الفئه اللي طالعه ديال الشباب، اللي باش تعاودوا الاغنيه المغربيه سي با فاسيل، اصعب ما كاين. انجيني واجيني واجيني بالهمه. احسستني بزاف انك كتعيش هاد الاجواء مع واحد الليجند بحال سي سويري ولا زروال ورشيد محمد علي. هاد الناس هادو كاملين هما فنانين وقرابين لي كشخص، يعني ابر الموسيقى والخدمه. كنت ما متوقعش هاد المستوى العالي، يعني في لي زيسي في التمرين. هو كيعطيني الماكسيموم لانه تبارك الله استاذ كبير وفنان كبير وقدير، وانا كنستافد وكنتعلم وكنستمتع ماكسيموم، لان كنغني مع السويري، فهذا كنظن بانه شرف كبير بالنسبه لي. وانا اكيد كنوعد الجمهور بان هذه الحلقه تكون سبيسيال بزاف وغتعجبهم بزاف، كنتسناو الله ديالنا ان شاء الله. كوك ستوديو بروح مغربيه.